ربنا هو هو الأمس واليوم وإلى الأبد. هو هو إيه؟ الأمس واليوم وإلى الأبد. طب اللي يشك في ربنا في وقت التجربة يبقى هو بيشك في ربنا مش موجود. واخدين بالكم ازاي؟ فالشك يؤدي إلى فقدان الثقة في ربنا. ماشي؟ اللي أنا عايز أقوله ربنا موجود شايف وعارف وهيتدخل. ربنا موجود شايف وعارف وهيتدخل. آخر حاجة أحب أقولها لكم، الله هو ضابط الكل. كل حاجة بنمر بيها الأبدية بتاعتنا هي لطريقنا للملكوت، هي لطريقنا فين؟ للملكوت. مفيش حاجة بتحصل مش تحت سلطان ربنا، مفيش حاجة هتحصل ربنا مش موافق عليها، ومفيش حاجة بتحصل ربنا ما يقدرش يعملها، ومفيش حاجة بتحصل أبدا مهما حصلت بعيد عن ربنا.